المغرب الأخضر، وهذا ماشي مشكل، ولكن يجب تفادي الأخطاء. طبعا هناك المعطى ديال الجفاف اللي تقريبا ولا هيكلي، ونتمنى الله عز وجل أنه يغيثنا بأمطار الخير. ولكن هذا الشيء تاع المغرب الأخضر لم يأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية، ونفس الشيء بالنسبة للجيل الأخضر، ما استفدناش من الأخطاء تاع المغرب الأخضر. مازال كتكلموا على توسيع المجال السقوي، حنا ما عندناش الماء والسدود خاوية، انتم مازال كتوسعوا، وهذا كيدعم الفلاحة الكبار في الوقت اللي الدعامة الثانية تاع الفلاحة الصغار ما وصلهم والو، ما وصلهم لا في هذا الشيء ديال الدعم. والتوجيه هو للزراعة التصديرية لكبار الفلاحين. فيما يتعلق الآن بالأموال الطائلة اللي مشات للمغرب الأخضر والجيل الأخضر، الآن كل سنة كيجيو تاخذوا 10 المليار ديال الدعم الاستثنائي، وراكم قلتوا باللي راكم كتصحوا داك الشيء اللي درتوه العام اللي داز، بمعنى داك الشيء اللي تاع العام اللي داز ماشي هو هذاك. حتى هذا الشيء تاع الدعم الاستثنائي حتى هو ما وصلش، 6.5 مليار للقرض الفلاحي تعطى لكبار الفلاحين، وحنا كنا طالبناكم هاد الناس اللي استافدوا من هاد الدعم عطيونا اللائحه ديالهم. علاش كتخفيو الناس باش نعرفوا شكون هما اللي خداو هاد الدعم، واش الكبار ولا الصغار؟ ثم هاد الشيء تاع السيرات ديال الابقار وديال الاغنام والدواجن، لان الناس راه مع في الافلاس. واش دابا ملي حنا خصنا الاطار على الفلاح صغير واطار على المواطن؟ كجبنا البقر مازال اللحم عند البزار كيدير 90 درهم. شكرا. اذا علاش درنا هذا الشيء؟ نفس الشيء. شكرا سيدي.